في المصطلحات الطبية. يا رب تكون استفدت امبارح، يا رب تكون اتبسطت شوية. ده ريكورد سريع بس عشان في ناس طلبت ان احنا نعمل لهم حاجة عشان خاطر بينسوا نطق المصطلحات اللي احنا اخدناها امبارح، فده ريكورد سريع هننطق لهم كل الحاجات اللي احنا اخدناها امبارح. بس قبل ما ننطق بس الكلمات الموجودة برضه، عشان كان في حاجات مش مكتوبة بالعربي برضه مش مترجمة، فلو عشان الناس تفتكرها بدل ما تقعد تدور عليها كتير هنترجمها. قبل ما نبدأ أفكركم بس بالبيزكس بتاع الميديكال تيرم أو أي مصطلح طبي ليه أساسيات. بيتقسم لثلاث أجزاء، قلنا الجزء الأساسي فيه اللي اسمه وورد روت، وده اللي بيدي المعنى الأساسي بتاع المصطلح واللي ما ينفعش يتغير. الجزء التاني اللي بيجي قبل الروت بتاعنا اسمه بريفكس، اللي هو كان البادئ، خلاص حاجة ببدأ بيها، وده بيبدأ قلنا بيدي بيوصف مين الروت بتاعي، قلنا ممكن يكون سايت، ممكن يكون نمبر، وهكذا. آخر حاجة بقى السافكس، وده الجزء اللي بيجي بعد الروت، وده بيكمل معنى الروت. تمام تمام جدا. ده كان بالنسبة لأول جزء معانا. بالنسبة للكلمات بقى، لو جينا مسكنا كده تاني صفحة في الورقة، بداية من السافكسس والبريفكسس. تمام، يلا نبدأ مع بعض. أول مصطلح معانا كان اسمه ايتس، وقلنا ايتس ده معناه بالانجلش انفلاميشن، وانفلاميشن اللي هو التهاب. وقلنا بقى عندك مثال زي في واحد يقول لك عندي اللوز، وقلنا لا مفيش حاجه اسمها التهاب في اللوز، اللوز لوحدها اسمها تونسل، نحطها كلمه ايتس يبقى اسمها تونسلايتس. المصطلح رقم اتنين او السافكس رقم اتنين اسمه اوزس. اسمه ايه؟ اوزس. اوزس الاوزس ده قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن ان اي حاجه يبقى فيها اوزس يبقى الحاجه دي مش طبيعيه، بنقول عليها abnormal condition. قلنا زي ايه؟ كان زي كلمه cyanosis، قلنا cyanosis يعني واحد مزرق زرقان غير طبيعي. وفاكرين بقى لما قلت لكم بسبب نقص الاكسجين والكلام ده كله. رقم ثلاثة عندي suffix اسمه ectomy. اسمه ايه؟ ectomy. وده قلنا معناه ان احنا بنبدا نعمل استئصال جزء من ايه؟ من الجسم. زي مثلا واحد هيشيل الزايده فبنقول هيعمل حاجه اسمها appendectomy. appendectomy قلنا الزايده لوحدها اسمها appendix، لما نيجي نشيلها نعمل appendectomy. تمام. البريفكس اللي بعد كده عندي a او n، قلنا دول بيجوا عندنا في المصطلحات بيبقوا لازقين في الكلمه مش حروف نكره زي الانجليش، ومعناهم مفيش، without قلنا زي كلمه anemia مفيش دم، لا احنا بنقول هي كناية عن نقص الدم فيها فنقول عليها مرض فقر الدم، انيميا. انيميا بعد كده السافكس رقم خمسة عندي حاجة اسمها سكوبي او سكوبيك، وقلنا ده عبارة عن ان انا ببدأ اعمل معناها بالانجلش عبارة عن ايه؟ ان انا بعمل حاجة اسمها observation، بلاحظ، ببدأ افحص، ادقق في حاجة. قلنا مثلا هطلب من واحد منظار مثلا في القولون فابدأ اقول له اعمل حاجة اسمها كولونوسكوبي. اسمها ايه؟ كولونوسكوبي. كولونوسكوبي. السافكس رقم ستة بقى عندي حاجة اسمها أولوجي وأولوجست، قلنا الاتنين دول سافكس، أولوجي معناها علم دراسة كذا، وأولوجست ده الدارس أو المتخصص في علم دراسة كذا. ناخد مثلا زي علم دراسة القلب بقى والحاجات المتعلقة بيه اسمها كارديولوجي. اسمها ايه؟ كارديولوجي. كارديولوجي عندي بعد كده لو أقول واحد متخصص في علم القلب كارديولوجست. كارديولوجست اول كلمه اللي مكتوبه معاكم في الورق اللي هي اخصائي الصدر بالمونوجست. اسمها ايه؟ بالمونوجست. اخر حاجه بقى عندي اللي هي ميجا او ميجالي، قلنا واحده فيهم بريفكس وهي الميجا، والميجالي اللي هي السافكس، ودول معناهم ان في تضخم في كذا او انلارجمنت في الجزء اللي حصل فيه ميجالي او ميجا. قلنا زي في حاجه اسمها انتوا اخدتوها في الاحياء اسمها اكروميجالي، وفي حاجه تانية اسمها ميجا كولون. اسمها ايه؟ ميجا كولون. تمام. الجزء ده الاخير اللي هو الروتس اللي احنا خدناها مع بعض، اللي كانت عباره عن اسماء بعض الاورجانس في جسمنا. قلنا اول روت معانا اسمه دانتو. اسمه ايه؟ دانتو. قلنا الاو ده عادي ممكن يكون كومبايننج فاول او حرف بيربط بس ما بين كلمه والتانيه، اسمه دانتو. قلنا دي معناها سنه، توث بالعربي. وبعد كده قلنا ان مثال بقى للدنت في حاجه اسمها دنتست اللي هو طبيب الاسنان او دكتور الاسنان، او في دنتستري اللي هو طب الاسنان نفسه. بعد كده قلنا الروت رقم اتنين في حاجة اسمها جنجيفو. جنجيفو قلنا دي بتساوي في الانجليش عندنا اسمها جامز اللي هو اللثة بتاعتنا، اسمها جامز. جنجيفو ده الاسم الايه؟ اللاتن بتاعنا. لما يجي يحصل فيها التهاب نقول عند الراجل ده مين، او عند اللي عنده التهاب في اللثة عنده حاجة اسمها جنجيفايتس. اسمها ايه؟ جنجيفايتس. الروت رقم تلاتة في عندي بقى حاجة اسمها انكفالو. اسمها ايه؟ انكفالو. انكفالو ده اللي هو مخ الانسان، لما يحصل فيه التهاب نقول عنده انكفالايتس، يبقى ضفنا حرف الايتس في كلمه ايتس في الاخر اللي كان معناها التهاب او انفلاميشن.
رقم 4 الروت اللي معانا اسمه جاسترو. اسمه ايه؟ جاسترو. اسمه ايه؟ جاسترو. جاسترو معناها ستومك او المعدة. ستومك او المعدة لما يحصل فيها التهاب نقول الراجل ده عنده جاسترايتس. عنده ايه؟ جاسترايتس. نعتذر معلش. نكمل بعد كده الجزء اللي بعد كده المصطلح او الروت رقم 5 انتيرو. انتيرو قلنا معناها small intestine اللي هو الامعاء الدقيقة. اسمها ايه؟ انتيرو. اسمها ايه تاني؟ انتيرو. اسمها اللي هي الامعاء الدقيقة او السمول انتستن بتاعتنا. لما يبدأ يحصل فيها التهاب والتهاب في المعدة مع بعض يبدأ نقول الواحد ده عنده جاسترو انترايتس. جاسترو انترايتس. جاسترو انترايتس واللي قلنا معناها كده في الطب عندنا اسمها نزلة معوية. بعد كده لو مسكنا عضو تاني وهو الليفر او الكبد بتاع الانسان، قلنا ليه اسم في اللاتين عندنا في المصطلحات الطبية اسمه هيباتو. اسمه ايه؟ هيباتو. وقلنا هيباتو لما يحصل فيه التهاب يبقى هيباتايتس. يبقى ايه؟ هيباتايتس. فاكرين لما قلت واحد اسمها هبة وجالها ايتس؟ تمام جدا. الجزء اللي بعد كده لو جينا مسكنا الكدني. الكدني اللي هي الكلى بتاع الانسان، كلية. تمام جدا. تمام. مالها بقى الكدني دي؟ بيقول لي في اللاتين عندي يا اما اسمها نفرو او رينال. قلنا نفرو بتستخدم اكتر مع الامراض ورينال بتستخدم في وصف الاشياء اكتر، ممكن تيجي بمعنى رينال فيلير وفشل الكلوي. المثال لما واحد يبدا النفرونات اللي في الكلى بتاعته تبدا تبوظ يبدا يقول بيحصل له حاجه اسمها نفروزس. اسمها ايه؟ نفروزس. عايز اقول الشريان الكلوي، الوريد الكلوي، يبقى رينال ارتري او رينال فين. العضو اللي بعد كده والجزء اللي بعد كده اللي هو السكن او جلد الانسان باللاتين عندنا اسمه ديرم. اسمه ايه؟ ديرم. لما يحصل في الجلد التهاب نقول عنده ديرماتايتس. عنده ايه؟ ديرماتايتس اللي هو التهاب في الجلد. بعد كده البون بقى، عظم الانسان بقى. عظم الانسان معناه بونز. البونز في اللاتين عندنا اسمه اوستيو. اسمه ايه؟ اوستيو. واوستيو لما يبدأ يحصل فيها مشكلة حاجة غير طبيعية تبقى اسمها اوستيوبوروزس. اوستيوبوروزس لو تفتكروا كلمة اوزس كان معناها حاجة غير طبيعية في العظم، يبقى هنا معناها شاشة عظام. خلاص بنخلص اهو. هانت الجزء اللي بعد كده عندي حاجة اسمها كارديو. اسمها ايه؟ كارديو. خلاص بقى انتوا حفظتوها اكتر مني اللي هو مين؟ الهارت او القلب الانسان. قلنا مثال كده بقى حاجة اسمها الكترو كارديو جرام. الكترو كارديو جرام اللي هو اسم القلب الكهربي. بعد كده لما بصينا على الجهاز البولي بتاع الانسان بصينا الجزء فيه اللي هو المثانه البوليه اللي اسمها بلادر. اسمها ايه؟ بلادر. دي المثانه قلنا وصفوها زي شكلها بالكيس باللاتيني اسمها سيست. يحصل فيها التهاب يبقى اسمها سيستايتس. سيستايتس. حاجه اللي قبل الاخيره بقى يلا ها، النوز او مناخير العيان بالبلدي كده. النوز في اللاتين اسمها رينو. اسمها ايه؟ رينو. اسمها ايه؟ رينو. لما يبدأ يحصل فيها التهاب نقول عنده رينايتس. عنده ايه؟ رينايتس. واللي معاه رشح في الأنف على طول. بعد كده جزء بقى من بيبقى موجود جوه صدر الإنسان اللي هو الرئتين. الرئتين بالإنجليش اسمها لونج. اسمها ايه؟ لونج. رئتين. في اللاتين بقى عندنا اسمها نيومو. نيومو البي سايلنت. نيومو أو بالمو. أو بالمو. بالمو. تمام كده. نيومو تيجي أكتر مع الأمراض، واحد يحصل له التهاب في الرئة نقول عنده نيمونايتس. عنده ايه؟ نيمونايتس. والعكس بقى لو هتكلم عن واحد اخصائي صدر اقول ده بالمونولوجيست. بالمونولوجيست. تمام. تمام. بعد كده عندي اخر حاجة بقى اللي هو الدم. دم احنا عارفينه بالانجليش اللي هو بلاد. في معنيين قلناهم، في معنى باللاتين اسمه ايميا ومعنى تاني اسمه هيمو. خلاص هيمو بتيجي اكتر من لما نتكلم عن علم دراسة الدم نقول الواحد ماشي علم دراسة الدم عبارة عن ايه؟ هيماتولوجي. اسمه ايه؟ هيماتولوجي. اما ايميا فهو عبارة عن ايه؟ الدم. لما يبقى واحد ما عنده دم قليل نقول عنده انيميا. انيميا. فاكرين؟ تمام جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في اليوم الجاي. اتمنى اكون استفدتم.